السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم مصطفى البارودي. وخوكم قدم راسك خويا ياسين المليح. ياسين المليح تبارك الله توا عنده قناه، ونتمنى بانكم تدخلوا كاملين وتدعموه. غادي نخلي الرابط ديالو في صندوق الوصف عندي، ودخلوا توا تدعموه، راه توا تبارك الله عنده ما يقول. واليوم راه جا عندي من مالاغا، وجا عندي للسيبيا، عيط ليا مسكين وخا تعطلت عليه شويه. اليوم بغينا نستغلوا هذه الفرصه هذه، وهو الطريقه ديالو باش جا لهنا لاسبانيا، جا عن طريق يعني فيزا توريست، فيزا سياحيه. بغينا نستغلوا هذا اللقاء ديالنا، ناخذوا منه هذه المعلومات هذه ديال الفيزا، لان بزاف كيسولوني على فيزا، وحتى هو كيسولوه على كيفاش نجيو فيزا سياحه. اليوم بغينا نستغلوا هذا اللقاء ديالنا ونقولوا له بعدا مرحبا بك في سيبيا. الله يبارك فيك. وبغينا بانه يعطينا المعلومات والوثائق، الشروط اللي خصها تكون فيك يعني كسائح باش انك تاخذ الفيزا ديال السياحه هنا في اسبانيا. خويا ياسين، بغينا تدوي لنا بعدا. شوف انا راه معروف مع المتتبعين ديالي، كندوي بواحد الفصاحه، رغم انك كيتبعوني بعض الجزائريين ومصريين وكذا، كيقولوا لي الدارجه هذا، ولكن هذا ما عطى الله. المره الجايه غادي نبداو ندويو باللغه العربيه، ولكن صبروا معنا دابا مع الدارجه ديالنا. وكما حنا تعلمنا المصريه وهذا، انتم خصكم تعلموا شويه الدارجه المغربيه. المهم خويا ياسين، بغيتك اخويا الله يرحم لك الوالدين تقول لينا الشروط ديال الفيزا. واش ولاد الشعب صحاب 3000 درهم وصحاب، لان بغيت انا كنبغي نقيس ولاد الشعب، وصحاب الامن صحاب مليون وجوج، هذوك بوحده ما هذوك الله يسهل عليهم. واش ولاد الشعب صحاب 3000 درهم صحاب 3500 درهم اللي خدام في المغرب، واش تا هو عنده الحق يجي لهنا لاسبانيا؟ واش تا هو يجي سائح؟ هاد الاسئله غادي نجاوبكم عليها. السلام عليكم بدا الخوت، وشكرا على الضيافه ديالك خويا مصطفى البارودي. اليوم غادي نجاوبكم على الاسئله ديال كيفاش غادي تجي فيزا سياحه تجي لهنا لاوروبا، فيزا شينغن. كاين بزاف ديال الطرق باش تقدر تجيو لهنايا، الطريقه السهله وباش جيت انا. وعطينا التجربه ديالك المفيده. التجربه ديالي غادي نعطيكم التجربه الخاصه ديالي. يعني انا كنت خدام في شركه في طنجه ديال الكابلاج، ومن بهذه الطريقه هذه باش جيت انا. يعني الوثائق اللي طلبوا لي انا باش جيت، وانا جمعت الملف ديالي راسي، يعني جمعت الملف ديالك راسك مع الدخل، هذه نقطه مهمه. يعني كاين اللي بغيت تدخل يجمعوا لك الدوسي وسميتو، يعني كتدخل شويه من، ولكن ممكن بانني نجمع الدوسي ديالي راسي. ممكن عندك الحق باش انك تجمع، يعني تمشي تسول على راسك. ودابا كل شيء ولا ممكن، يعني تقدر بنادم ولا قاري الحمد لله، يعني برا الانترنت دابا حتى هو فيديو يشرح لك كل شيء، يعني مابقاش شي هذا ولا مابقاش مشكل. يعني الوثائق اللي تقدر تجمع، يعني كما نجاوبكم على السؤال اللي قال الاخ مصطفى، يعني 3000 درهم و 3000 درهم و 3500، يعني يقدر يجي لهنا لاوروبا. ممكن ترفع يعني صوتك شويه؟ انا على حساب الفيديو، يعني لا الفيديو غادي تسمع مزيان، التليفون شويه. يعني تقدر تجيب 3500، يعني على حسب المناطق في المغرب، يعني حيت المغرب بحال باقا فيهم شويه العنصريه شويه تمايا، على حسب المناطق. يعني الشمال شويه مسهلين عليهم شويه، ماشي بالنسبه ديال الداخل والصحراء، الصحراء شويه مسهلين عليهم حتى هما. يعني الناس، انا ندوي لكم على التجربه ديالي حيت كنت خدام في طنجه، يعني كانوا مسهلين شويه. يعني اول حاجه خاصك لاكارت تكون عندك على حساب طنجه، يعني هذا نقطه مهمه. يعني صبت فيها مشكل، يعني باش نشد شهاده السكنه باش نعاود لاكارت ديالي، وهذا صبت فيها مشكل كبير. يعني المدينه اللي انت خدام فيها، يعني الشركه اللي انت خدام فيها، مثلا انا عندي لاكارت ناسيونال لا كازا، ولكن انا خدام في هذه الشركه في طنجه، واش يمكن لي ندفع في طنجه؟ لا، يعني تدفع على حسب شهاده السكنه ديالك، وعلى حسب لاكارت ناسيونال. يعني خدام في طنجه خاصك شهاده السكنه ديال طنجه، وشهاده السكنه ديال طنجه شويه عاوتاني شويه قاصحه، ما كيبغوش يعطيوها، ولكن يعني في المغرب كلشي ممكن، يعني تقدر تشدها. يعني انا بدلت لاكارت ناسيونال ديالي، انا من بني ملال وخدام في طنجه بدلت لاكارت ناسيونال. اول حاجه هي درتها، جريت عليها بزاف باش بدلتها. يعني من بعد فاش كتبدلها، يعني تتولي المسائل القانونيه اللي غادي تجيب، يعني تجيبهم من الشركه ديالك. شهاده العمل ديالك، اول حاجه شهاده العمل ديالك غادي نقطعوا شي دوره. دخلتي لنا في الشروط. اول نقطه اخويا، ما هي اول شرط خص يكون عندك باش تطلب هذه الفيزا؟ يعني خاصك تكون بانك خدام. خدام اذا خدام شهاده يعني العمل،
الخدمة واش ممكن بأن تكون عندي كونترا أنابيك ديال عامين واش ممكن؟ لأن هما يعني معروفة أنهم كيطلبوا يعني تكون كونترا عندي تيرميني تكون كونترا مفتوحة. يعني هما مال هما فاش يعني تيسولوك يعني ما هما غاديش يسولوك تيدرسوا الملف ديالك بأن يعني الأكثرية تيبغيو عندي تيرميني. علاش كيبغيو عندي تيرميني؟ يعني باش يضمنوا الرجوع ديالك من يعني حيت يعني مثلا انت فحال خدمتي 6 شهور يعني ما تقدرش حتى مازال كما مرسم مع الشركه وبغيتي تمشي فيزا سيائيه يعني شويه تيصعبوا عليها. يعني من الاحسن بنادم فاش يبدا يدخل في الشركه يعني على الاقل تكون عنده عام في الشركه يعني وتكون كونترا اندي تيرميني هذا الشرط. لا ماشي شرط مهم ولكن تكون عندك عام. حيت كاينه بعض المرات كيديروا معاك 6 شهور يعني مثلا غير تكمل 6 شهور الاولى تدخل 6 شهور الثانيه تقدر تدفع عندك الدفع يعني في التيليكس يعني واخا يعني ما 6 شهور الاولى يبقى عندك تقول تجربه يعني يقدر يجريو لك اي وحده يقدر يوقع لك شي مشكل يعني شهاده العمل ضروريه من بعد فاش كتشد شهاده العمل يعني كاين وثائق ديال لاسينيسيس. الشرط الثاني ديال لاسينيسيس خاص تكون عندك 6 شهور. علاش قلت لكم انا اقل مده يعني 6 شهور؟ علاش قلت لكم انا 6 شهور؟ يعني خاص تكون مديكلارا بك الشركه في لاسينيسيس على الاقل 6 شهور. علاش قلت لكم 6 شهور ديال شهاده العمل عندك يعني فوق 6 شهور مزيان عندك فاش كتشد فاش غادي يطلبوا لك شهاده لا الورقه ديال لاسينيسيس غادي تمشي لاسينيسيس غادي تقول لهم بغيت لاسينيسيس الوراق ديالي انا يعني غادي نعطيوك الوراق ديال لاسينيسيس ديال اليوم من نهار دخلتي حتى لذاك النهار كيعطيوهم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث يعني غادي يطلبوا لك تاستاسيون سالير ديالك يشوفوا شحال كديري شحال كتدخل. يعني تقدر مثلا في الشمال من 3000 درهم من 2500 ممكن تسوي 2500 يقدر يدفع يعني 2500 2500 سميك تقدر تدفع باش تجي. يعني سميك 2500 حيت سميك عندنا 2500 2400 كاين في السميك في المغرب يعني 100 درهم كتكون يعني على حسب السوايع اللي زدتي ولا شي حاجه كتولي 2500 تقدر تجي. يعني هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث يعني خاصك اتاستاسيون سالير. الشرط الرابع خاص تكون عندك 3 ديال لي بيلتان دو بي. 3 ديال لي بيلتان دو بي هما هذوك البيلتان اللي كيعطيوك 3 مواد ديغنيغ ديال البنكي ديال البنك. لا بلاتي ديال نقطه بنقطه هادو ديال بانك هادو باش ماشي ديال البنك هادو باش اللي عطاوك فاش كيخلصوك فاش هادو اخر رولو فاش كيخلصوك كيعطيوك واحد البيلتان دو بي ديالك شحال داز ليك كل شهر شحال دوك 3 شهور شحال تخلص انت خاصك تحاول تلعب عليها. يعني خاصك تمشي تشوف الشهورات اللي عندك مزيانين باش كل ما كانوا عندك مزيانين كل ما انت مزيان شحال يعني ما كان داك الشهور طالع الصالح يعني انت فهاديك الشهورات انت عارف بان هاد 3 شهور الاخرين غادي تدفع بهم حاول تزيد شويه حاول تخدم من الحدوده حاول باش يطلع لك الصالير. يعني هاد النقطه هادي خدمت عليها انا يعني الصالير تيولي يوصل ليا حتى 5000. عندك شي مرض ولا شي حاجه فهاداك سميتو دفعها لا ميتي لا سينيسيس دفعها باش يردوا لك فهادوك الفلوس يرجعوا لك فهادوك هادوك لو بوين باش يطلع يبين لك الصالير بانه الصالير طالع باش تقدر تخدم على هاد البوان هاد. يعني هادو بوان مهمين باش تقدر يعني هادو كيتسموا دابا هادو قوالب وصافي هادو قوالب تكنيك باش تقدر تطلع الصالير ديالك. من بعد يعني خاصك الشرط الخامس ولا الرابع الخامس هاد الشهر الخامس يعني خاصك لابونك غادي تمشي لابونك غادي تمشي تعطيهم هادو تتقرب تشد الرونديفو ديالك هو الاول سينا الرونديفو تشد الرونديفو ديالك ومع الرونديفو دابا شويه تيكون معطل خاصك تشدو على شهرين عاود غادي يعطوك انت فاش غادي تشد الرونديفو غادي تولي تخدم على الفيزا ديالك. يعني كتعطي الوقت لراسك تيعطيو لك على شهرين ما دابا رونديفو شويه ولا كلشي دابا بغيت يدفع الفيزا يعني خاصك تشد الرونديفو فاش غادي تشد الرونديفو فاش غادي تمشي للابونك بانك تشد الرولوفي ديال الكوينطا ديالك ديال الكونت ديالك غادي تشد شحال عندك في هاد الكوينطا ديالك اخر لا مازال شحال غادي تشوف شحال عندك في الرصيد ديالك الرصيد ديال لابونك ديالك. من الاحسن تكون عندك من المليون الفوق وكل ما عندك بزاف كل ما عندك مزيان يعني انا كنفضل يعني تكون داك جوج ونص ثلاثه زوينه يعني من المليون يعني تيقولوا هذا الانسان هذا من الاحسن يكون عندك بزاف يعني يكون عندك مليون ونص الفوق من الاحسن تيقولوا هذا السيد اللي بغى يمشي توريست تيشوف شحال عنده بعدا
مروج ولا عادي؟ ضروري تكون مروج. هذيك 3 شهور داخله فلوس خارجه. هذيك 3 شهور الاخيره، 3 شهور الاخيره باش تبغي تعرف راسك انت 3 شهور بغيتي تدفع بها، خاصك تخدم على ثلاثه الحوايج. تخدم على الكونت ديالك يكون مروج، تخدم على الحدوده، وتخدم بزاف باش تطلع لك في البيلتان دوبي. خاصك تخدم على هاد لي بوين هادو باش تطلعهم. الكونت ديالك باش تبقى تروج، ومن الاحسن كل سيمانه تخرج 1000 درهم ترد 1000 درهم. ماشي مشكل، هما ماشي شغلهم، هما تهز لك الفلوس وتردهم، هما كيشوفوا غير الفلوس واش طالعه واش نازل. 1000 درهم رد 500 من بعد هكاك قد لعبت انا. من الاحسن تمشي عاوتاني، مشيتي للمرجان، مشيتي للكاريفور، مشيتي شي حاجه، من الاحسن تمشي تقدا بالكونت ديالك، يعني بالكارطه، كارت بونكير، يعني تقدا بها. من الاحسن تيشوفوا تيقول هذا السيد هذا مولف تيتقدا بهذه المسائل هادو، يعني فلوس كتكون داخله خارجه. من بعد فين غادي تمشي للكونت، غادي تطلب هاد المسائل ديالك. من الاحسن تخلص التامين السياحي، التامين السياحي كاينه ديال 6 شهور وكاينه ديال عام. من الاحسن ندير انت ديال 6 شهور، يعني التامين السياحي شحال تقريبا؟ التامين السياحي غالي رخيص؟ لا ماشي بزاف، 350 درهم المينيم ديال 6 شهور. يعني من الاحسن تخلص انت ديال 350 درهم، يعني عارف راسك. كاين 450، كاين على حسب التامين، حيت التامين السياحي كاين بزاف ديال التامين في المغرب، كاين يعني على حسب التامين، على حسب الشركه ديال التامين. يعني باش تخلص التامين ديالك، من بعد غادي تمشي للسيت ديال الفيزا ديال اسبانيا، على حسب انت اين فيزا بغيتي دير، فيزا اسبانيا ولا. من الاحسن دير فيزا اسبانيا، هي اللي مسهله شويه، هي مسهله الاوراق ديالها. ولكن واحد النقطه بغيت نسولك عليها، ما شفتك ما ذكرتيهاش، دويتي لنا على كاع الوثائق، ولكن انت علاش جاي لهنا؟ جاي يعني توريست، ما يطلبوش منك سميتو ديال الكونجي، خصك تكون كونجي عاد بالجسم. هذه نقطة مهمة قالها الأخ، يعني على حساب المنطقة، يعني في الشمال، يعني الشمال قريبة لإسبانيا، يعني ما كيطلبوش منك، هذه النقطة المهمة. يعني ما كيطلبوش منك الكونجي، ما كيطلبوش منك الكونجي، يعني يقدر تجي منك ورقة مع الشركة اللي راه تاع الكونجي. لأنك تقدر تجي السبت، حيت إسبانيا مع طنجة مثلا تقدر تجي السبت والحد دوزهم هنا وترجع، يعني ما كيطلبوهاش منك. بالنسبة للناس ديال الداخل على حساب كيطلبوها، مثلا كاين شي مناطق ما كتلبوها. بالنسبه للتجربه الخاصه ديالي، وبالنسبه للتجربه ديال بزاف ديال الاصدقاء ديالي، بالنسبه للناس ديال الرباط، يعني طلبوا لهم الفيزا، طلبوا لهم الكونجي، طلبوا لهم الورقه ديال الكونجي، بان هذا السيد خاصو الورقه ديال الكونجي. والدوله الوحيده اللي ما كتطلبهاش هي اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، فرنسا كلهم كيطلبوا هادو، كيطلبوا الورقه ديال الكونجي. واخر حاجه كنظن، يعني خاصك الورقه ديال الفلوس. كيفاش الورقه ديال الفلوس؟ يعني الفلوس اللي غادي تصرف انت هي من المغرب. بلاتي اخويا سي نقاطعك، دابا وقفتي لنا عند سميتو، عند شد الرونديفو. ممكن بانك تشد الرونديفو راسك مع هاد الوثائق. الا عندي شي وثيقه، مثلا عندي شي وثيقه بالعربيه، مثلا باللغه العربيه، واش كدوز ليا في القنصليه ولا ضروري نروح سنين نترجمها؟ ما عندك حتى ورقه بالعربيه على مثلا مثلا لا ما عندكش شي ورقه عربيه. ومال ما دام ولا دابا تعطي بالفرنسي، واش كتعطي بالفرنسي؟ بالفرنسي يعني كل شيء. انا بالفرنسي ديزا. بالفرنسي ديزا، يعني اول حاجه غادي ديرها هي تمشي تشد الرونديفو باش تخدم على الفيزا ديالك. تمشي تشد الرونديفو، الرونديفو غادي يعطيك واحد المده، يعني هذيك عطاوك الرونديفو على واحد شهرين، يعني في ذاك الشهرين كتبدا تخدم على الفيزا ديالك. البنكه يعني تكون سابقه بشهر، لان البنكه تبغي 3 شهور، يعني 3 شهور يعني من البنكه، يعني كتشد الرونديفو ديالك، يعني ديجا انت راه بديتي يعني انت ناوي، عارف بان هذا الشهر فلان الفلاني غادي تمشي تدفع فيه، كتمشي انت عارف بان المستقبل ان شاء الله القريب غادي تدفع فيه، كتمشي كتخدم على الكونت ديالك، وكتخدم على الخدمه ديالك في هذوك الشهور الاخرين ديال 3 شهور. غادي تخدم شويه حدوده، تخدم شويه هادو بالنسبه للناس اللي عندهم الصالير، باش طلع الصالير اللي عنده ناقص، اللي عنده الصالير. خويا ياسين باش ما نطولوش، قلت لي سميتو بان صافي الورقه ديال الفلوس ديال شد الورقه ديال التصرف في المجلس. يعني هذه تطلبوها في الديوانه فاش تدخل، تبغي تدخل الاسبان. يعني خرجت لك الفيزا دابا. خرجت لك الفيزا هذه، يعني صافي يسر الله الامور، يعني حددتي النهار جاي لينا. يعني من الافضل ديك الساعه كتولي نجيب. باقا لنا واحد النقطه مهمه ما قلناهاش، الرونديفو ديال لوطيل، ريزيرفاسيون دوطيل، يعني من اللي هي كتشد واحد ريزيرفاسيون دوطيل، هذا كتدخلو مع هذا داخل في الدوسي، هذا داخل في الدوسي. نسينا هذه النقطه، هذه النقطه مهمه، هذه ريزيرفاسيون دوطيل. ولكن انا عندي مثلا عندي عائلتي هنايا،
تقدر عندي خويا انا جاي عند خويا مثلا هادي بغى باش نشد لوطيل هادي ما يعطوكش قطعه تيشد خوك يصيفط لك واحد الضيافه ورقه ديال الضيافه ولكن هادي شويه صعيبه يعني خوك غادي يمشي للبنكه غادي يخلص عليك السوغورو لاسين غيخلص عليك التامين من هنا شويه غالي تيكون شي 200 الاورو ولا مع 300 الاورو يعني 3000 درهم باش يخلص عليك التامين ديال الضيافه وغادي يصيفط لك الضيافه ولكن لا قدر الله جيتي وحرقتي الفيزا يعني كتولي ساهل يمشيو عند خوك تيمشيو عند خوك يعني خوك غادي تحرموه ما عمرو غادي يبقى يجيب لا بابا لا امك لا باك يعني ما تبقاش عنده حق الضمان يعني بحال خسر هذيك الثقه اللي كانت يعني من الافضل يعني من الافضل لوطيل ديال لوطيل لوطيل ما كيتيقول تيجيو يسولوا لوطيل يقول لهم لوطيل انا ما عارفوش انا لوطيل يعني كمل لي على هذه ديال الفلوس شنو الورقه ديال الفلوس بان يقدر يسولك يقول لك هذه الفلوس اللي هازم لك انت جاي معك فلوس كثيره شنو ورقه ديال الفلوس شنو ورقه فلوس الورقه ديال الصرف يعني كيفاش صرفتي الدرهم للاورو يعني فاش غادي تجي لهنا خاصك الاورو تصرفوا في شي مصلحه البنكه ولا هذا كاين مسائل يعني كاينه تما اجونس النوار ما تصرفش مثلا من الاحسن الا كنتي جاي فلوس كثيره من فوق 1000 من فوق 1000 ديال الاورو مليون ديال الدرهم يعني اللي جبتي من الفوق يعني خاصك ورقه جبتي اقل من مليون يعني واخا دوز عادي ما عندهمش ما يسول يعني من الاحسن تجي لك انت جاي اكثر من مليون يعني خاصك الورقه من الاحسن دير الورقه ديالك وصافي باش كتفاد ام لاجونس بانها يقدر يسولوك يقدر ما يسولوكش الاكثريه كيسولوك على لوطيل لوطيل الا كنتي جاي لهنا يدير لوطيل حقيقي يعني ما يديرش ريزيرفاسيون ديال النوار ريزيرفاسيون ديال النوار يعني يقدر يجيبوك حتى للديوان هنايا ويعيطوا صديق والله العظيم هادي اسمح لي اخي ياسين والله العظيم لوقات واحد الصديق راه واقيلا غادي يتفرج الفيديو بانه جا حتى لهنا فعلا جا وصل الخزيرات وشتاتو ديال اسبانيا فعلا اتصلوا بلوطيل لقاو بان ما كاينش ريزرفاسيون كان ريزرفاسيون وهمي والله العظيم تردوه بقى يومين تما في طنجه ودار ريزرفاسيون حقيقي ورجع من الاحسن اخوتي يعني ديروا نهار واحد مثلا جيتي انت باغي تمشي عند العائله ولا سميتو دير انت نهار خلص نهار شحال تجيب 300 يعني 300 درهم 6000 ريال 7000 ريال 500 يعني تفادى عليك وتفادى عليك هذاك الرجوع ولا تبقى جاي لهنا وتقدر يردوك يسولوك يقول لك يعيطوا يعني بعض المرات تيبان المرات يكون كونترول بعض المرات ما تيكونش يعني بعض المرات تيسولوك يعني يسولوك لا على فلوس لا على والو كلها وزار ولكن بنادم كما كنقولوا كنتفادى يدير الوثائق ديالو ويمشي ترانكيل وبخير وعلى خير يعني هي هذه الامور بقى لي سؤال واحد ونسالي الفيديو واش هاد الفيزا هادي انت دفعتيها لاسبانيا واش عندي الحق باش نمشي لفرنسا المانيا وندور مع راسي ولا حد يحد اسبانيا لا عندك فيزا شينغل يعني عندك ماشي يعني نهار الاول اول مره خاصك تدخل جبتي جديتي فيزا اسبانيا خاصك تدخل اسبانيا من بعد يعني غادي عندك الحق في الفيزا شينغل يعني هذه هي فيزا شينغل فيزا شينغل يعني ديال الاتحاد الاوروبي غير الدوله اللي تبناتك ولا اللي انت جيتي لعندها هي اسبانيا يعني خاصك بوانتي في الطوره اسبانيا ومن بعد عندك الحق تجي فرنسا تمشي في اي بلاصه يعني من الافضل انت كتنصح بان اسبانيا مسهله شويه اسبانيا كنفضل بان قريبه المغرب وشويه بالنسبه للوراق مسهلين شويه كنشكرك خويا ياسين العز وتحياتي لك على التجربه المتواضعه اللي عطيتينا ونتمنى بان نفيدوا بها المشاهدين ديالنا اخوتي الله يرحم لكم والدين طلب ليس امر كل شيء يدخل عند خويا ياسين نخلي لكم اللين ديال القناه ديالو دخلوا راه غادي يفيدكم بزاف المعلومات وهو راه داير واحد البروغرام زوين ديال السفريات باغي غادي يبدا يدور هنا في المدن ويعطيكم يعني يعطيكم الامتيازات ديال كل مدينه والعمل ديالها صافي مع السلامه تحياتي لكم راه صافي القهوه غادي تسد شكرا اخوتي السلام عليكم.